حياكم الله مشاهدي الكرام في نشرة هذا المساء وفي عناوين الليلة نتابع. حرب كلامية بين طهران وواشنطن مستعرة بين قيادات دبلوماسية وعسكرية، فهل سيبقى التلاسن الكلامي في حدود حرب تصريحات أم سيتعداه لحد اندلاء فتيل حرب عسكرية شاملة؟ انسحاب القوات الأمريكية من العراق والشرق الأوسط قضية باتت تطرح بقوة عقب تبعات اغتيال قاسم سليماني، فهل ستحمل المنطقة تغييرات دراماتيكية تشهد إما تعزيزا أمريكيا أو انسحابا تدريجيا؟ حرب كلامية لا زالت مستعرة بين إيران والولايات المتحدة، تارة يهدد الرئيس الأمريكي بسحق مواقع إيرانية إن ردت على اغتيال قاسم سليماني، وبدورها طهران تشدد على قدرتها العسكرية لإخراج القوات الأمريكية من المنطقة. تصعيد كلامي لا ينفصل عن تحركات عسكرية، منها ما هو دفاعي ومنها ما يحضر لعمل عسكري قد يحمل في طياته تصعيدا قد يصل حد الحرب الشاملة. فما هي خيارات إيران للرد؟ وهل الظروف الجيوسياسية في المنطقة تناسب استهداف قواعد أمريكية في الشرق الأوسط؟ قتلى وجرحى وقعوا بين ملايين المشيعين لجثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني، لتتخذ السلطات الإيرانية قرارها بأنه لن يوارى سليماني الثرى اليوم بمسقط رأسه بمدينة كرمان. فالحالة الاستثنائية التي صنعها سليماني بعد مماته جاء بعكس ما توقعه الأمريكيون، فالمشهد الدرامي وتأثر الشعب الإيراني خلق مساحة أوسع لصعود المحافظين في إيران، ما سيقلص من حيز المعارضة ويجعل احتمالية عودة إيران إلى المربع الأول وسيطرة المتشددين في البرلمان أكبر، بعد أن كانت قد خرجت المعارضة بالاحتجاجات في أوقات سابقة. وبهذا الصدد صوت البرلمان الإيراني بالإجماع على وضع البنتاغون وجميع من لعبوا دورا في عملية اغتيال سليماني على قائمة الإرهاب. ودعما للحرس الثوري الإيراني تمت الموافقة على قانون يلزم الحكومة بتقديم 200 مليون دولار أمريكي له، ما سيعزز نفوذه وقدرته العسكرية داخليا وخارجيا، ليكون سيناريو الرد لربما أوسع وأكثر ضراوة، حيث التهديدات الإيرانية الخارجة من أعلى الهرم المتمثلة بالخامنئي نزولا لأذرعها الموجودة في المنطقة والممتدة إلى أفغانستان يعيد إلى الأذهان تقاربها مع حركة طالبان. وأيضا أخذ المراقبون يضعون احتمالية وقوع إسرائيل في دائرة الرد الإيرانية ليرفع ترامب من حدة لهجته في التهديد عبر تصريحات مع إحدى الإذاعات المحلية، مؤكدا أن ردة الفعل الإيرانية على مقتل سليماني ستواجه بقوة أمريكية ساحقة. فغرابة الأطوار الأمريكية ما بين التصريحات المعلنة والاتصالات المبطنة التي كشف عنها وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بأن الأمريكيون يجرون اتصالات مستمرة للتخفيف من حدة التوتر. نحن طبعا لا نستطيع الموافقة على خفض إيران التزاماتها، ويجب أن يتخذ قرار تجاه هذا الموضوع، ولذلك تحدثت مع زملاء الفرنسيين والبريطانيين عن كيفية التعامل معه، ونحن نأمل أن نجد مستقبلا لهذا الاتفاق، ولكن هذا الأمر لا يتعلق بنا وحدنا. فما أعلنت عنه إيران حتى الآن ليس بالجواب الصحيح، لهذا علينا إيجاد جواب واحد متوافق عليه. فالتحركات الأوروبية تتسارع بهدف الحد من الأزمة بين طهران وواشنطن والمحافظة على ما تبقى من الاتفاق النووي. تحركات دولية تسعى للتهدئة بين إيران والولايات المتحدة في ظل استمرار الحرب الكلامية التي قد تصل حد التصعيد العسكري والحرب الشاملة. في هذا النقاش أرحب بالسيد علي عازر سفري رئيس شعبة الموساد الأسبق في إيران، مرحبا بك معنا. تنضم إلينا دكتور تمار جندن خبيرة الشؤون الإيرانية، مرحبا بك معنا. دكتور يونس بالفلاح أستاذ العلاقات الدولية ينضم إلينا عبر استديوهاتنا من باريس، مرحبا بك دكتور يونس. وأيضا عبر خدمة سكايب من لندن ينضم إلينا خبير الشؤون الإيرانية سيد موسى الشريفي، مرحبا بك أنت أيضا. سيد علي عازر دعني أبدأ معك، إمكانية التصعيد في المنطقة بقراءة كل هذه التهديدات والتصريحات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ أولا بحب أقول في جملة مهمة جدا في التوراة بتقول إذا وقع قتل عدوك لا تفرح، وأنا لا أفرح، ولكن تقدير مدقق للوضع مهم جدا، لأنه نحن في موسم في مرحلة خطيرة جدا اتجاه إيران
مش فقط الولايات المتحدة أمريكا ولكن المنطقة كلها، لأنه الشعور هو أنه العدوان الإيراني، النظام الإيراني وصل لمرحلة الخطر بصير أكبر وأكبر. نعم. طيب دكتور تمار، أنتقل إليك. برأيك هل إيران جاهزة للرد بشكل عسكري على اغتيال سليماني كما تقول بالتصريحات والتهديدات العلنية، سواء على مستوى سياسي من خبر روحاني والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية، أو حتى على مستوى عسكري بقيادات الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس؟ الريبوبليكا الإسلامية خيبت على المنظمة الإسلامية الرد للحفاظ على كرامتها. من المهم جدا للإيرانيين الكرامة، وهم أكدوا لشعبهم وجعلوه بطلا ساميا عليهم. هم قالوا أن هناك انتقاما قاسيا، وأنا يجب أن تكون قاسية بشكل كاف للحفاظ على كرامتهم، ولكن ليست خطيرة جدا لكي لا تجرنا إلى حرب شاملة، لأن الطرفين لا يريدون الحرب الآن. في النظام الإسلامي هناك الكثير من المشاكل في البيت ذاته، وهم ليسوا بحاجة لحرب خارجية. نعم سيد موسى، أنتقل إليك. شاهدنا يعني المظاهرات داخل إيران، وأيضا شاهدنا التحركات في المسيرات، وأيضا في مراسم تشييع قاسم سليماني. اصطف الإيرانيون كلهم تقريبا إلى جانب القيادة الإيرانية في هذه القضية. إلى أمتى يمكن القول بأن يعني هذه القضية حركت مشاعر الشعب الإيراني الذي خرج بعض من أطيافه غاضبا قبل فترة ضد النخبة الحاكمة، ليتوحد في مواجهة ما يسمونه خطر الولايات المتحدة الأمريكية؟ تحياتي لكم. طبعا أنا لا أتفق مع هذه النظرية بأنه اتفق الإيرانيون على سليماني، وإنما كثير من الإيرانيين رحبوا بهذه الضربة وفرحوا بمقتل سليماني، خاصة سليماني له سجل يعني ملطخ بالدماء باغتيالات الحركات السياسية بالقمع الداخل. لا تنسون قبل شهر نوفمبر قتل ما يقارب 1500 متظاهر إيراني. لكن دعني أضع الأمور على نصابها الحقيقي. تعرف إيران، عدد سكان إيران 80 مليون، لو أخذنا بعين الاعتبار أنه 5% من هذه 80 مليون مع النظام، وهناك ناس مع النظام، لا أحد يستطيع نكران هذا. النظام ينقل كل مدينة، النظام سكر المدارس، الجامعات، المستشفيات، ونظم لمسيرات خلال أيام، وهناك يعني باصات وإمكانيات رهيبة للنظام، وينقل مثلا في الأهواز. أنا يعني تفاجأت لما شفت هذا الجمهور، وأن الأهواز كانت فيها مظاهرات قبل أيام وعندها قضايا كثيرة، لكن لما سألت قالوا جاءوا بآلاف الناس من المدن الأخرى، بدأوا بالأهواز، ونفس الوقت أخذوا هذه الجماهير إلى المدن الأخرى. وهناك معروف يعني مدينة طهران، الكل يعرف أنها 12 مليون نسمة فيها، ولكن هل خرج مليون لتشييع قاسم سليماني؟ لا. يعني هذا التضخيم، والوسائل الإعلام الإيرانية تضخم، وحتى هناك صار تزوير ونوع من التحريف. سيد موسى، طالما تحدثنا عن أن يعني النخبة السياسية الحاكمة في إيران كانت يعني تستخدم موضوع الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية والعقوبات الاقتصادية في محاولة لتهدئة الشارع الإيراني، وكأنه يوجد عدو خارجي، بهذه الضربة أو هذا الاغتيال، هل نجحت إيران من جديد في تهدئة ما قد كان متوقعا من نتائج لعقوبات اقتصادية أمريكية؟ لا أعتقد هذا. شوف، هذه الظروف، هذه الأجواء أجواء مؤقتة. هناك يعني الشعب الإيراني شعب مسلم كما تعرفون، أكثرهم مسلمين وأكثرهم شيعة، يعني غالبية السكان الإيرانيين. وهناك مقولة في الشارع الإيراني سائدة ومحترمة من الجميع، حتى من يكرهون النظام، يعني لما تتم تشييع جنازة لأحد ما يقولون الثواب أنه نمشي تحت جنازة الميت حتى لو لم يعرفونه. ما بالك إذا كان النظام ينظر وينظم بكل إمكانياته خلال الأيام الماضية، خاصة والنظام كان قد صنع من سليماني الذي لم يقدم أي إنجاز حقيقي لا عسكري ولا وطني للإيرانيين،
جعل منه بطلا كبيرا. نعرف أن سليماني انهزم في الحرب الإيرانية العراقية وكان من المتوقع إعدامه هو ومحمد جعفري ووحيد صفوي، والخميني كان أخذ قرار يعدمهم، لكن جاءت الهزائم وجاءت إعدامات السجناء 88 وبواسطة هاشمي رفسنجاني انصرف. داعش أيضا معروف، كل قيادات داعش قتلت بيد الأمريكان، وداعش هزمت على يد الأكراد والأمريكان في سوريا وفي العراق. كان سليماني من 2003 حتى 2014 ظهور داعش لم ينجز أي شيء، حتى القاعدة هزموها العشائر مع اتفاق مع بوش الابن. فبالتالي هذه الأسطورة الكاذبة يعني كبرتها الوسائل الإعلام الإيرانية والإعلام العربي بعدم درايته وبقبائه أحيانا، يعني تلقى هذه الأسطورة وكبرها. لكن سليماني على أرض الواقع لم يحدث أي إنجاز لا عسكريا ولا وطنيا للإيرانيين، بل شارك في مجازر يعني بشعة في جرف الصخر. نعم. قتلوا السنة العراق وفي سوريا وفي كل وفي لبنان وفي اليمن، يعني هذا ما خلفه من ورث قاسم سليماني. لكن هناك من يرى أن قاسم سليماني كان أسطورة وكان بطل وكذا وكذا، لكن في الواقع كثير من الإيرانيين الذين يعني في الداخل وفي الخارج الجاليات الإيرانية كلهم فرحوا في هذه الضربة، وكلهم قالوا لترامب لا شلت يداك يا ترامب، ويا ليتك كنت قد قتلت قاسم سليماني قبل سنوات قبل هاي السنة. نعم دكتور يونس، أنتقل إليك. الأوروبيين يجتمعون في بروكسل لبحث هذه الأزمة وبحثوا هذا الملف الإيراني، هل يمكن أن يحققوا اختراق في هذا الملف؟ هل يمكن أن يحققوا ما لم يستطيعوا في تحقيقه حتى قبل اغتيال قاسم سليماني وقبل حدوث هذا التصعيد العسكري الخطير في المنطقة؟ لا أظن أن هناك احتمالية يعني لتحقيق اختراق في هذا الملف من طرف الأوروبيين، خاصة أنه يعني الهاجس الأوروبي حاليا هو ما هو الرد الإيراني على كل ما يصير حاليا في الساحة العراقية وفي هذه حالة التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية. هنا يجب أن ندرك سياق معين حتى يمكن أن نتوقع كيفية هذا الرد. السياق هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تحركت في مقتل سليماني بعدما تم الاعتداء عليها بشكل مباشر من خلال سفارتها في بغداد، لكن قبل ذلك ورغم كل السلوك العدائي التوسعي لإيران في مجموعة من الدول العربية، إلا أن هذا الأمر لم يحرك الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعقوبات اقتصادية وصفتها آنذاك بسياسة الضغوط القصوى. نحن حاليا في مرحلة جديدة، هي مرحلة يعني صراع مباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وفي هذا الصراع أنا أتوقع أن الرد الإيراني بحكم أن ما يغلب عليه، وهذا ظهر يعني اليوم جليا، من حالة من الرمزية، من حالة من الاندفاع، من حالة من فيها من نوع من العواطف بشكل كبير، سوف يكون ردا منفعلا وليس فاعلا، سوف يكون ردا متسرعا وليس سريعا، وسوف يكون ردا رمزيا وليس استراتيجيا. بمعنى أن اليوم الغاية بالنسبة لإيران هي مسألة الرمزية، هي فكرة استهداف الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يكون هذا الاستهداف خارج القواعد العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية وحتى خارج العراق، لكن فكرة الرمزية، وهذا ظهر جليا يعني في شكل في حتى في الجنازة اليوم، أو حتى في فكرة التوحد في المواقف بين إيران وبين كل أدواتها. لاحظنا أن هناك حضور لعناصر من حماس، هناك حضور كذلك لعناصر من حزب الله، تصريحات من كل هذه الجماعات، بيانات تصدر عن الحوثيين، بيانات تصدر عن حزب الله، كل هذا يوضح على أن فكرة الرمزية هي جد مهمة بالنسبة لإيران، لأنه هذه أول ضربة يمكن القول بأنها منذ عقود، ربما منذ الحرب العراقية الإيرانية، هذه أول ضربة موجعة بالنسبة لإيران خلال كل هذه السنوات الماضية. وهذا الرد قد يكون استهداف لبعض مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أو لبعض الشخصيات النافذة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى في أوروبا أو في غيرها. السنة الماضية كان تم الكشف عن خلية كبيرة في فرنسا وبلجيكا وفي 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 هولندا مرتبطة بإيران، وكان تنوي القيام باستهداف مثلا للمعارضة الإيرانية. قد يكون نفس الأمر خلال هذه المرحلة. هنا هناك نقطة يعني
جد مهمة مرتبطة بهذا الحدث، هي فكرة على أن إيران أنا أظن لا تريد أن تدخل في حرب مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تدرك أنها سوف تكون خاسرة في هذه الحرب بكل ما في الكلمة من معنى، وكمان سوف كذلك سوف تعطي يعني ورقة مهمة بالنسبة لترامب حتى يتم استعمالها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي التي راهنت على سقوط ترامب وعدم نجاحه في الانتخابات المقبلة حتى تدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الرد سوف يكون ردا رمزيا غايته هو حفظ ما وجه إيران وصورتها التي أسست لها في منطقة الشرق الأوسط خلال العقود الماضية، وكذلك حفظ ما وجهها أمام الجبهة الداخلية، لأنه اليوم هناك حالة من الغليان، شهدنا كانت مظاهرات خلال الشهور الماضية في إيران، وهناك حالة من الغضب الإيراني، غضب أشخاصا الشباب الإيراني على أن هذا السلوك السياسي للسياسة الخارجية الإيرانية ولسياسة الدفاع والإنفاق على مجموعة من الأدوات الإيرانية خارج إيران يؤدي بهذا البلد إلى المزيد من العزلة وإلى المزيد من الحصار في مواجهة القوى الغربية. نعم سيد سفرير، أعود إليك من جديد، بدأت حديثك بقولك إنك لا تفرح كثيرا لمقتل عدو بسبب التداعيات، بالضبط ما هي الخشية من وراء هذا الخبر أو هذا لاغتيال قاسم سليماني؟ في الصورة العامة شاهدنا فرح من بعض الدول العربية كما ذكر سيد موسى وحتى بعض الأطراف الإيرانية الداخلية، ولكن ما وراء ذلك من تداعيات، ما هي الخشية بالتحديد؟ من غير الموقف الشخصي اللي قلته أنا، تقدير مضبوط للوضع هو أنه نحن في وصلنا لمرحلة أنه النظام الإيراني المتطرف الديني المتطرف وصل لدرجة أنه أصبح خطر مفهوم لكل العالم، لكل شيء اللي هو ليست شيعي أو ليست مطيع إليهم. وبهذا السبب المفهوم هو أنه العملية ضد قاسم سليماني أو يمكن بالمستقبل كمان جماعة تانيين اللي إيديهم مليئة في دم ضحايا ألوف الضحايا في العالم كله، في الدول العربية السنية، في العالم كله، حتى وصلوا إلى جنوب أمريكا، مفهوم أنه حتى العملية الإرهابية ضد المركز اليهود الطائفة اليهودية في الأرجنتين والسفارة عمل على يد طب هل هناك تغيير في الاستراتيجية في مواجهة إيران بهذا الاغتيال؟ يعني هناك من قال بأن ترامب لدوافع أيضا انتخابية أقدم على هكذا خطوة، مع أنه كان يستطيع يقدم عليها في سنوات ماضية، أم أن يعني هناك أصبح فهم لدى الأطراف الدولية والإقليمية وعلى رأسها واشنطن بأنه يجب أن تتجه الأمور للتصعيد العسكري لحسم الأمور؟ يعني مش كل واحد بقدر يقدر سياسة الرئيس دونالد ترامب، شيء معروف، ولكن مبدئيا مفهوم جدا أنه أمريكا ولكن ما الذي يفسر سيد العازر يعني تغيير الاستراتيجية من مبدأ فرض العقوبات الاقتصادية والاستمرار على ذلك وعدم الانجرار الأمريكي لتصعيد عسكري وكان هناك إمكانية لذلك، إلى مبدأ يعني الهجوم أولا باستهداف مواقع الحشد الشعبي وثانيا باستهداف أقوى ثاني رجل في إيران؟ ولكن تصرف النظام الإيراني مع قوات القدس مع العمليات في كل مكان في العالم وصلنا إلى تصعيد معناته تصعيد عسكري بين أمريكا وبين إيران، وحتى يمكن إسرائيل تدخل بغير نية للموضوع أو الدول العربية السنية مثل العربية السعودية والخليج. نعم أعود إليك دكتور تمار، ما هي أبعاد الجيوسياسية الاقتصادية العسكرية السياسية حتى لاغتيال قاسم سليماني برأيك في هذا التوقيت في خضم معركة كانت على مستوى دبلوماسي واقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وحتى عسكري بعض الشيء، ولكنها الآن اتخذت منحا آخر؟
هذا صحيح. أولا حكومات الإسلامية قالوا دائما أننا موجودين في حرب، نحن في حرب نفسية وطبعا اقتصادية. والآن التقدير العسكري كان بين حرب في بروكسل، والآن بعد اغتيال سليماني من قبل الولايات المتحدة انتقلنا إلى المرحلة الحرب المباشرة. من ناحية واحدة يريدون طبعا الانتقام ومن يأتي بعده، ومن ناحية أخرى الرابط أو لقب سليماني الذي رأيته في مواقع التواصل كان تقدير المسبحة، أي خيط المسبحة الذي كان يربط الجميع. هو جلب أسد إلى طهران من دون علم الباقي. كل الجهات التواصل الذي بناه هو لديه طبعا من يبدله في المنصب، ولكن سيكون من الصعب جدا أن نجد من يبدله في من ناحية قدرته على القيام بالأمور. والحكم الإسلامي يريد الاستمرار في طريقه وفي حكمه. هم يقولون أن هذا دبلوماسية وسعيا للسلام، ولكن كما نحن نراه هو تدخل إرهابي، ولكن سيكون من الصعب جدا عليهم أو على من يبدله إسماعيل أن يتخذ منصبه فعلا. نعم سيد موسى، أنتقل إليك، يعني ما هي السيناريوهات المتوقعة في هذا التوقيت برأيك، في ظل حتى تحركات عسكرية كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية هي لا زالت تعزز من تواجدها في الشرق الأوسط، أما بخصوص إيران فهي ترصد أيضا تحركات على مستوى إيراني لم يعلم حتى الآن إن كانت دفاعية أو حتى هجومية. نعم، يعني لو أخذنا التصريحات الإيرانية وقيادات الحرس الثوري وكل من هددوا حقيقة لم يهددوا ولم يحسموا أنهم سيضربون حاليا، وكلهم يعني بين القوسين قالوا للزمان والمكان المناسب. وهذا عندما يقولون الزمان والمكان المناسب معناها الأمور ليس واضحة الآن. لكن أنا باعتقادي وقراءتي للإيرانيين، وأنا كنت في إيران وخدمت الخدمة العسكرية في إيران وفي الحرس الثوري نفسهم، يعني الإيرانيين حقيقة مقارنة بالقدرات العسكرية هم لا يستطيعون المواجهة مع الولايات المتحدة أبدا على الأطلاق، ولا يريدون هذه المواجهة. يعرفون أن الولايات المتحدة لو ضربوها بواسطة الإيرانيين أنفسهم سوف يتلقون ضربات يعني قاسية بحيث تفصم ظهرهم. يعني الولايات المتحدة قتل منها متقاعد وجرحوا 4 جنود أيام ترامب، يعني قبل أيام، وكان الرد الأمريكي هجمت على الحشد الشعبي قتلت ما يقارب 70 نفر منهم أبو علي الخزعلي، ومن ثم هجمت وقتلت سليماني وعشرة من قيادات الحرس الثوري وأبو مهندس المهندي، وهجمت من بعد سليماني أيضا الولايات المتحدة بالتاجي وقتلت شبل الزيدي ورفاقه. طب هل الخشية سيد موسى من الحرب العسكرية والتصعيد الكبير مع الولايات المتحدة الأمريكية ستدفع إيران في نهاية المطاف عن الرد بشكل واضح على القواعد الأمريكية؟ أنا أعتقد إيران لو تمكنت من خلال جيوبها، يعني من خلال حزب الله، من خلال الحوثيين، تضرب لها شيء رمزي. أتفق مع زميلنا معكم الذي قال يمكن تكون رمزية كي تشفي يعني غليل الشارع الإيراني المتعاطف معها وليس المعارض معها. لكن أنا على يقين أن النظام الإيراني لا يريد المواجهة مع الولايات المتحدة، لأنه يعرف من خلال هذه الرسالات التي بعثتها له الولايات المتحدة، يعرف أن الرد سوف يكون ردا حاسما ومدمرا، خاصة وإيران تعيش عزلة إقليمية، وضع اقتصادي متدهور، و معارضة واحتقان في الشارع الإيراني بعد مقتل 1500 يعني معارض إيراني. فبالتالي لا أرى أن إيران تتهور، والإيرانيين معروفين بذكائهم
يعني كما يصنعون السجادة ويتعبون عليها سنوات في السياسة، أيضا هم يعني عندهم براغماتية ويعرفون أنه مقولة الخميني الكل عارفها، حفظ النظام ما فوق كل اعتبار. النظام لو واجه الولايات المتحدة مصيرها السقوط، وبالتالي لا تواجه الولايات المتحدة. نعم. دكتور يونس، أختم معك بهذا التساؤل، مصير الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية. أولا، وشهدنا إيران قبل يومين أعلنت وقف التزامها الكامل ببنود هذا الاتفاق. هي نفس الفكرة، وقف الالتزام يعني يدخل في إطار الفكرة الرمزية، يعني الغرض منه هو فكرة التفاوض في نهاية المطاف. يعني ربما كل العناوين اليوم تجمع على فكرة أنه أصبحنا أمام صراع ما بين الصقور على الطرفين، لا الطرف الأمريكي ولا الطرف الإيراني. لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار على أن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة ترامب على وجه الخصوص يعني استغنت عن مجموعة من المستشارين الأمريكيين الذين كانت لديهم النزعة العسكرية ضد إيران. أما في إيران فهناك رغبة كبيرة لتجنب الحرب المباشرة، لأن الأسلوب الذي تتقنه إيران وعلى مدى السنوات هو أسلوب الحرب بالوكالة بدلا من أن تكون الحرب المباشرة، لأنه فشلت في الحرب المباشرة. وربما آخر اختبار كان هو اختبار العراقي 8 سنوات من الحرب المدمرة. لذلك أنا أظن أن ردة الفعل سوف تكون مرتبطة بفكرة إسكات وغضب الشعبي، إعطاء إحياء لبعض أدواتها في المنطقة أكثر منها رغبة في خوض حرب عسكرية شاملة. كنت معنا عبر استديوهات باريس، شكرا جزيلا لك. أشكر وصولك سيد العزة السفري ودكتور تمار جندن، وأشكرك جزيل الشكر ضيفي عبر خدمة سكايب من لندن سيد موسى الشريف الخبير في الشؤون الإيرانية. مشاهدي الكرام، دعونا نخرج إلى فاصل قصير ونواصل نشرة هذا المساء، فابقوا معنا.